هي واحدة من أجمل مدن المغرب، بل يمكن القول إنها الأجمل على الإطلاق، فهي تتمتع بطبيعة ساحرة إلى جانب مناخها المعتدل في أغلب شهور السنة. هي أغادير المغربية كما لم يغب عن ذهن الكثيرين، المقصد السياحي الذي يتمتع بمبان تعكس الثقافة والحضارة المغربية في تصميماتها وديكوراتها من دون إغفال اللمسة العصرية. من أبرز معالم مدينة أغادير شاطئها، والذي بات أشبه بمنتجع سياحي لقضاء العطلات، حيث يمكن للسائح الاسترخاء في هدوء أمام المياه الزرقاء الفيروزية والرمال الذهبية الناعمة، مع مناخ عام ملائم لتأجير وركوب القوارب واليخوت والقيام برحلة بحرية رائعة. أما قصبة أغادير فهي أيضاً من أهم معالم المغرب الأثرية، وهي عبارة عن جدران وأسوار تمثل أطلال حصون دفاعية بحرية يرجع تاريخها إلى عهد المدينة القديمة خلال القرن 16. وتتمتع قصبة أغادير بموقعها أعلى التلة، مما يوفر إطلالة بانورامية رائعة على المدينة. ويأتي منتزه أغادير بدوره باعتباره واحداً من أجمل الأماكن السياحية في المغرب، إذ يوفر نزهات عائلية لما يتمتع به من ساحة تضم عدداً كبيراً من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، إلى جانب منطقة خاصة لألعاب الأطفال وفعاليات ترفيهية لجميع الأعمار خاصة خلال ساعات الليل.